يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله هيكون عندنا العديد من الاخبار الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام، وبالتحديد كمان كل ما يخص النادي الاهلي خلال هذه الفتره. طبعا امبارح كان مباراه الاهلي والجونه من ضمن المباريات المؤجله بالنسبه للفريق. النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بصعوبه بنتيجه 2-1، وكان مهم جدا النادي الاهلي يوصل انتصاراته بعد الفوز على فريق بتروجيت. فبالتالي الفتره دي مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي الفوز بالامس، لكن الفتره دي محتاجه دايما الثلاث نقاط في اي مباراه هتلعبها، مش مهم الاداء خالص، المهم جدا ان انت تجمع اكبر كم ممكن من النقاط علشان ان شاء الله تنافس على بطوله الدوري العام. وكالعاده طبعا النادي الاهلي دايما بينافس على هذه البطوله، لكن المهم جدا بالنسبه لجمهور الاهلي هو الفوز بالبطوله بس، مش بس المنافسه. في السنه دي تنافس قوي جدا مع كل من الزمالك وبيراميدز، فرقتين اكيد كبار، وهيكون او هتكون منافسه صعبه ومهمه جدا. لكن زي ما تعودنا من النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني والجمهور، ان دايما النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها هدفه الاول والاخير هو الحصول على المركز الاول، المركز الثاني ده معناه فشل بالنسبه للفريق. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، مواصله الانتصارات في مباراه مهمه جدا كمان، مباراه الجيش يوم 9 يعني يوم الاحد الجاي، هتكون مباراه غايه في الاهميه ومباراه غايه في الصعوبه امام فريق الجيش، من احد الفرق المميزه في بطوله الدوري. فبالتالي هيكون الاستعداد مهم، هيكون الهدف الاساسي ان شاء الله حصد الثلاث نقاط. امبارح في ايجابيات كثيره جدا من مباراه الامس بصراحه امام الجونه، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بعد ما كان متاخر الشوط الاول بهدف لفريق الجونه، وبالتالي النادي الاهلي كان مهم جدا ان هو في الشوط الثاني يقدر يعوض. الروح رجعت شويه، وده اللي كان ناقص النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، كان يعني كان عندنا ثلاث مباريات اثروا على الفريق بشكل كامل، وكان صعب جدا النادي الاهلي يقعد ثلاث مباريات ما بيكسبش، سواء مباراه الترجي، مباراه الوصل، ومباراه المقاولون العرب في الدوري. لكن كان مهم جدا النادي الاهلي يعود في اولي الانتصارات من خلال مواجهه بتروجيت، كمان الفوز على الجونه. الروح كانت جيده جدا، والاداء الرجولي هو كان سمه النادي الاهلي بالامس. ممكن الاداء ما يكونش جيد جدا في معظم اوقات المباراه، وده مش مهم خالص، لكن المهم جدا ان انت تكون مركز بشكل كبير على كيفيه حصد الثلاث نقاط باي طريقه من الطرق، طبعا من خلال النواحي الفنيه اكيد، يعني اي طريقه من الطرق الفنيه. فبالتالي ده اللي حصل بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. تالق عدد من اللاعبين الفتره دي هتبين، الفتره دي بالتحديد هتبين الشخصيات اللي تستحق ان هي تكون متواجده في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه اللي هو من بدايه شهر يناير. ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، اللاعبين المتواجدين حاليا عندنا قائمه جيده من اللاعبين، في لاعبين منهم يعني عندهم فرصه كبيره جدا ان هم يبينوا مدى احقيتهم بالتواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره الهامه جدا المقبله، لان النادي الاهلي الفتره الجايه مركز بشكل كبير قوي على بطوله دوري ابطال افريقيا واللي هتبتدي في نص الشهر ده من خلال مواجهه النادي الاهلي لفريق جيما الاثيوبي، وهتكون مواجهه اكيد مهمه جدا في دور 32. فبالتالي اللاعبين المتواجدين في الفتره دي عارفين كويس قوي ان عندهم فرصه رائعه لإثبات وجودهم داخل النادي الأهلي وإثبات وجودهم بالنسبة للجماهير عشان يكونوا متواجدين خلال الفترة الكبيرة المقبلة والهامة جدا بالنسبة لكل الجماهير. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي فيما تبقى من مؤجلات، عندنا أربع مباريات مع هذا الشهر شهر 12، وبعد كده هيكون ناقصنا ثلاث مؤجلات بعديهم بداية من شهر يناير. فبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي واخد الأمور واحدة واحدة، واخد المباريات واحدة واحدة، ومهم جدا إن شاء الله بإذن الله إن هو يكون موفق ويعمل اللي عليه علشان ان شاء الله يحصد اكبر كم من النقاط الممكنه عشان يوصل منافسته وحصده لبطوله الدوري العام. طيب خلينا نروح نشوف اهم عناوين حلقتنا النهارده. الاهلي راحه من التدريبات اليوم ويستعد لمواجهه الجيش غدا. طلعه عامل غدا يا جماعه. يوسف الاهلي لن يتنازل عن التتويج بالدوري. محمد محمود نصيحة صلاح حسمت انتقالي للأهلي وسأكون مفاجأة كان 2019. الأهلي يكشف حقيقة رحيل معلول وكيلوبالي. اتحاد الكرة يرفض ودية يناير وأجيري يحدد مواصفات مباراة مارس. عرض سعودي لتريزيجيه. وعالميا بيليه يهاجم ميسي ومورينيو يرفض المقارنة مع أساطير يونايتد.
طيب يعني زي ما عارفين النادي الاهلي كان من المفترض ان يكون عنده مران النهارده بعد الفوز بالامس بالليل. كابتن محمد يوسف الجهاز المساعد ليه قرروا ان هم يلغوا مران الفريق النهارده تجنبا للاجهاد، واحنا خصوصا ان عارفين المباريات خلصت كلها ورا بعض، مباراه طلائع الجيش هتكون يوم الاحد، فبالتالي النهارده كان اجازه بالنسبه للفريق من التدريبات، بكره ان شاء الله الفريق هيستأنف صباحا تدريباته استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم الاحد. التدريبات هتكون من خلال مران بكره ومران يوم السبت اللي هو هيكون المران من خلاله هيدخل الفريق لمعسكر مغلق قبل المباراه بيوم، فبالتالي التركيز والاستعداد الجاد جدا هو سمه الفريق خلال الفتره الحاليه، بالتالي ان شاء الله كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي خلال هذه المباراه. طيب خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. الأهرام: الأهلي يتقدم للمركز العاشر في جدول الدوري، نجح في تحول تأخره إلى فوز مستحق على الجونة 2-1. الأخبار: وسط أجواء ممطرة الأهلي ينجو من فخ الجونة بفوز صعب. مجلة الأهلي: بكل رجولة هزمنا الظروف والجونة. مجلة الأهلي: على ملعب السلام ومساعدة الجمهور الأهلي يواصل صحوته في الدوري ويخطف الجونة 2-1. الحاوي وليد سليمان يصنع هدفا للشيخ ويسجل الثاني. المساء: الاهلي عدى الخطر رغم المطر. الاحمر حاول تاخره بهدف امام الجونه الى الفوز 2-1. سليمان قلب الموازين في الشوط الثاني واخترق دفاعات ابناء صدقي. مجله الاهلي: ندفد سر التحول وناصر بدايه جديده. كريم الجوكر الجديد لاعب تكتيكي من الطراز الاول. مجلة الأهلي: مساء الأحد في السلام، عجلات المؤجلات تدور بأقصى سرعة بشعار راحة مفيش، الأهلي واجه طلائع الجيش. المساء: بعد فشل التعاقد مع رامون دياز الأهلي يقترب من مانويل جوزيه والفرنسي بصبر البديل. غالي يقود المفاوضات لإقناع البرتغالي بالعودة والعدول عن قرار الاعتزال. مجلة الأهلي: مؤمن زكريا بهدوء، وقعت للأهلي وأنا مغمض العينين، حموت نفسي في التدريبات حتى أعود مؤمن الذي تثق فيه الجماهير. طيب يعني عدد كبير من الأخبار اللي اتكتبت في صحف النهاردة وخاصة بالنادي الأهلي. نبتدي بالأهرام اللي قالت النادي الأهلي بيتقدم للمركز العاشر، وده شيء مؤقت، يعني النادي الأهلي عنده عدد كبير جدا من المؤجلات، إن شاء الله لو قدر إن هو يفوز فيهم هيبقى المركز الثاني في الدوري، خصوصا أعتقد النادي الأهلي لو فاز في كل مؤجلاته، وفي المقابل نادي الزمالك لعب المباريات اللي هيلعبها، عنده مباراه صعبه جدا جدا النهارده امام فريق المصري البورسعيدي، لو فاز يعني في كل المباريات هيبقى فرق 3 نقاط ما بين الاهلي والزمالك، فهيبقى النادي الاهلي ان شاء الله المركز الثاني عشان تكون خطوه بالنسبه له في العوده للصداره المعتاده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان كانوا بيتكلموا او الاهرام بالتحديد بتتكلم على ان النادي الاهلي حول التاخر لفوز مستحق على الجونه، واحنا ممكن شفنا الاداء في الشوط الثاني بالتحديد كان جيد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، في لاعبين اثبتوا بشكل كبير جدا احقيتهم بالتواجد مع الفريق من خلال ال3 مباريات السابقه بالتحديد، وده شيء مميز جدا، وزي ما قلت لكم المرحله دي هتخلي النادي الاهلي يكتشف عدد من اللاعبين اللي هيكونوا اضافه وهيكونوا عندهم الشخصيه اللي تقدر تقود النادي الاهلي بجوار اللاعبين اللي ان شاء الله هيكونوا اضافه بالنسبه للفريق من خلال تعاقدات شهر يناير. طيب كمان مجله الاهلي قالت ان على ملعب السلام ومساعده الجمهور الاهلي واصل انتصاراته في الدوري بعد خطف الجونه بنتيجه 2-1، واتكلموا على ان وليد سليمان صنع هدف للشيخ وسجل الثاني. للامانه هو اللي صنع الهدف لاحمد الشيخ هو يعتبر مروان محسن برضه عشان ندي كل واحد حقه، الكره اتلعبت من وليد سليمان، بصراحه عمل مجهود كبير جدا، لعب الكوره فمروان محسن بدماغه كده سندها لاحمد الشيخ، حاول ان هو من اول مره يشوطها ما جاتش، المره الثانيه جت الحمد لله بشكل جيد جدا من احمد الشيخ اللي بيأدي بصراحه مباريات جيدة جدا، مباراة المقاولين رغم النادي الأهلي خسر كان أحمد الشيخ بيأدي بشكل جيد، المباراة الثانية قدر إن هو يحرز هدف الفوز، والمباراة بتاعت إمبارح يعني مباراة البتروجيت جاب هدف الفوز، مباراة إمبارح جاب الهدف التعادل وكان هدف مهم جدا، أحمد الشيخ بصراحة من اللاعبين اللي ممكن تكون اتظلمت شوية خلال الفترات اللي فاتت وخلال الأجهزة الفنية المختلفة بالتحديد طبعا أيام كابتن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الاهلي، فبالتالي فرصه جات لك يا احمد، وبصراحه الراجل لحد دلوقتي متمسك بالفرصه بشكل جيد جدا، لكن لعيب النادي الاهلي مش بس من 3 ماتشات 4 ماتشات
ست شهور. لا، النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي بالتحديد لازم يثبت جدارته بالتواجد في النادي الاهلي وشخصيته القويه ومهاراته وقدراته من خلال عدد من المواسم، مش بس من خلال مباراتين ثلاثه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله بالنسبه لاحمد الشيخ كل التوفيق خلال المرحله المقبله، واحنا خصوصا كلنا عارفين مهارات وقدرات احمد الشيخ بشكل جيد جدا، وهو احد هدافي الدوري في موسم من المواسم مع فريق مصر المقصه. في المقابل كمان وليد سليمان، بصراحه يعني اتكلمنا عليه كتير جدا، لاعب كبير 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 جدا وليد سليمان، والراجل بيأدي مستويات رائعه جدا مع النادي الاهلي بالتحديد منذ بدايه هذا الموسم. كان نفسنا النادي الاهلي ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وكان هيبقى بطل هذه البطوله بصراحه وليد سليمان، لكن النادي الاهلي ما وفقش. في المقابل او في نفس الاتجاه واحنا بنتكلم عن بعض اللاعبين، مجله الاهلي بتقول ان كريم نيدفيد جوكر جديد بالنسبه للنادي الاهلي. كريم نيدفيد من اكثر اللاعبين اللي اتقطعوا بصراحه من قبل الجماهير بشكل عام، والراجل لما كان بيشارك كان بيشارك في اوقات صعبه جدا، كان بيشارك بشكل ممكن ما كانش بيظهر للجمهور بالشكل المطلوب، او الجمهور حكم عليه بشكل سريع كمان، ويتعرض لنقد كبير جدا 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 مش اي حد يستحمله. بالتالي يعني حاجه تحسب لكريم نيدفيد في البدايه ان هو يستحمل النقد اللي كان متعرض ليه. اي حد يعني اي حد وارد جدا ان هو ينتقد في اي مهنه من المهن، ينتقد يعني ده شيء طبيعي جدا. كريم نيدفيد من اكتر اللاعبين اللي انتقدوا، من اكتر اللاعبين اللي جمهور النادي الاهلي يعني كان مستاء من المستوى بتاع كريم نيدفيد. لكن الراجل يعني منذ ظهوره في مباراه الترجي، مباراه الاياب بعد اصابه محمد هاني، الراجل ادى حتى الحبه اللي لعبها الدور الخاص بيه، قدر ان هو يؤديه بشكل جيد. المباريات اللي بعديها اللي شارك فيها مباراه الوصل، مباراه المقاولين، بتروجيت، وكمان مباراه امبارح، مباراه الجونه، الراجل بيثبت ان هو لعيب جيد جدا وخامه جيده جدا، وده واضح ودي اراء خبراء كره القدم، يعني مش ارائنا احنا. الراجل بيؤدي بشكل جيد جدا واضافه ومكسب بالنسبه للنادي الاهلي، يعتبر احد الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي. مركزه اساسا مش باك يمين. نيدفيد في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كان بيلعب يا اما ديفندر يا اما بلاي ميكر، فبالتالي يعني كمان الراجل مش بيلعب في مركزه، فعشان كده مجله الاهلي قالت ان ده جوكر جديد بالنسبه للنادي الاهلي، لاعب تكتيكي فعلا من الطراز الاول. ان شاء الله نتمنى لك الاستمراريه يا كريم يا نيدفيد، واحد اللاعبين ان شاء الله من المميزين ونتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طيب مجله الاهلي كمان قالت ان يوم الاحد في السلام ان شاء الله هيكون مباراه اخرى مؤجله بالنسبه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش تحت شعار راحه مفيش. زي ما احنا عارفين يعني هو الفريق بصراحه خد النهارده اجازه يريح شويه، فبالتالي هستأنف تدريباته من بكره ان شاء الله، تكون تدريبات مهمه. التدريب الرئيسي هيكون بعد بكره، بعديها هيتوجهوا للمعسكر، فبالتالي مهم جدا التركيز من قبل الجهاز الفني ومن قبل اللاعبين على كيفيه الحصول على ثلاث نقاط بشكل جيد ان شاء الله. الاداء مع الوقت ان شاء الله هيتحسن. مجموعه اللعيبه دي على فكره يعني احنا لو بصينا على تشكيل النادي الاهلي في اخر ثلاث مباريات ما كانش في تشكيل قبل كده النادي الاهلي لعب بيه، يعني المجموعه دي ما لعبتش مع بعض قبل كده خالص، فبالتالي صعب جدا ان هم ينسجموا مع بعض. ورغم ذلك النادي الاهلي او اللاعبين دي او مجموعه اللاعبين المتواجدين دول قدروا ان هم يحصدوا ست نقاط من ثلاث مباريات، فان شاء الله نتمنى لهم الاستمراريه من خلال مواجهه طلائع الجيش المقبله. مواجهه مهمه ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق. المسا وبتتكلم عن المدير الفني الخاص بالنادي الاهلي، الحديث كتير جدا عن المدير الفني. زي ما احنا عارفين المدير الفني الاخير كان النادي الاهلي مستر باتريس كارترون، المدير الفني الفرنسي اللي واجهه سوء حظ نوعا ما. لكن الكلام كتير على مستر مانويل جوزيه، على ديسابر زي ما المسا قالت، وقال انه كان في مفاوضات مع رامون دياز، يعني اجتهادات كتير جدا من قبل الصحافه بشكل عام جدا. ده شيء طبيعي وشيء منطقي جدا، الكل بيجتهد وكل بيحاول يوصل للخبر وكل بيحاول يوصل للمدير الفني الجديد. لكن خليني اقول لكم بعض المعلومات. ممكن رامون دياز كان في مفاوضات فعلا معاه، مفاوضات فشلت لان الراجل كان عايز ست مساعدين وما كانش عايز كمان مدير كوره معاه في الجهاز الفني، وده كان هيبقى صعب شويه لان طبيعي جدا يكون في مدير كوره والراجل كان عايز يتحكم في كل حاجه. انت ممكن تتحكم كمدير فني في كل حاجه خاصه بالنواحي الفنيه، ممكن النواحي الاداريه يكون بالاستشاره او بيكون بالكلام مع مدير الكوره. كان مهم جدا يكون في الجهاز الفني خاص بمستر رامون دياز حد مصري يقدر يسهل له الامور. احنا في فتره صعبه جدا في منتصف الموسم، النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه زي ما كلنا عارفين، فكان هيبقى شيء يعني مش جيد قوي ان يكون في جهاز فني اجنبي كامل. ممكن يكون معاك جهاز فني اجنبي بس مش بشكل كامل، ممكن يكون معاك مثلا مدرب حراس مرمى، معاك دكتور، معاك مخطط احمال، لكن كان لازم يبقى فيه بعض العناصر الاهلاويه المصريه داخل الجهاز الفني، وده شيء طبيعي. مستر مانويل جوزيه يا جماعه بعيد عن الصوره، يعني الكلام الناس كلها امبارح قالت ان مستر مانويل جوزيه قرب خلاص ان هو يتولى قياده النادي الاهلي، هي كانت فكره مطروحه
ان مستر مانويل جوزيه يجي. مستر مانويل جوزيه الراجل اعتزل التدريب على حد طبعا كلامه اللي كان قاله سابقا، فبالتالي مستر مانويل جوزيه احد المدربين التاريخيين جدا بالنسبه للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عمره ما ينسى مستر مانويل جوزيه، لكن الفتره دي هو مش متواجد او مش هيكون متواجد مع النادي الاهلي، والموضوع يعني يكاد يكون مغلق تماما تماما بالنسبه لمستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. مستر دي صبر ممكن يكون في الصوره، ممكن يكون احد الاسماء المطروحه على طاوله كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، وبالتالي وارد ان هو يكون مدير فني بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هو حتى الان احد السيفيهات المطروحه بالنسبه للنادي. لكن خليني اجيب لكم الخلاصه في القصه دي. النادي الاهلي هيختار التوقيت المناسب للاعلان عن المدير الفني، هيكون من خلال ايه؟ من خلال التنسيق ما بين كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ فقط لا غير. يعني ما حدش بيتكلم عن قصه المدير الفني في النادي الاهلي غير مستر مانويل كابتن محمود الخطيب وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ. فبالتالي اي اجتهادات ممكن يكون حد بيحاول يجتهد، وارد ان الاجتهاد بتاعه يطلع صح، لكن الفتره الحاليه بالتحديد بعد فشل مفاوضات رامون دياز خلاص الموضوع بقى مغلق ما بين كابتن بيبو والكابتن سيد عبد الحفيظ، ومحدش عارف مين المدير الفني اللي جاي غيرهم، وهم شبه مخلصين مع مدير فني معين، والتوقيت هم اللي هيختاروه. التوقيت لاعلان او التوقيت للاعلان عن المدير الفني القادم بالنسبه للنادي الاهلي الاجنبي هيكون من خلال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره حاليا في النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لموضوع المدير الفني عشان نبقى اتكلمنا فيه وقفلنا القصه دي تمام. طيب مجله الاهلي كمان كان عندها حوار مهم جدا مع احد اللاعبين المميزين وهو مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كان بيمر بفتره من الفترات الصعبه جدا عليه في مسيرته الكرويه بشكل عام. الراجل لما كان بيشارك في بعض الفترات مع مستر باتريس كارترون اول ما جه الراجل كان بيعتمد عليه، كان بيديله مباريات، لكن مؤمن زكريا يعني اثبت ان هو ما كانش في فورمه خالص في الوقت ده. لكن تصريحات مؤمن زكريا هامة للغاية، قال أنا وقعت للنادي الأهلي وأنا مغمض عيني وحموت نفسي في التدريبات عشان أرجع مؤمن زكريا اللي كانت جمهور النادي الأهلي بتثق فيه بشكل كبير. مؤمن زكريا عشان نبقى بنتفق فيه، ممكن البعض يكون بيحب مؤمن والبعض ما بيحبوش، البعض مقتنع بقدرات مؤمن زكريا والبعض مش مقتنع، ده طبيعي جدا، مفيش حد بيجمع عليه كل الناس خالص في كل المجالات. فبالتالي مؤمن زكريا الراجل ده لو ركز ورجع لمستواه هيكون اضافه كبيره جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي، واحنا عارفين المستوى الجيد اللي بيظهر عليه مؤمن زكريا في الفترات اللي كان متواجد فيها مع النادي الاهلي، كان احد العناصر المهمه جدا في حسم العديد من المباريات المصريه، هداف بيقدر يحرز اهداف مؤمن زكريا، فبالتالي عودته وتركيزه وتصريحاته دي مهمه قوي، والراجل مجدد للنادي الاهلي عن اقتناع، والراجل كده كده كان هيجدد للنادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، كان في اشاعات يعني بصراحه مش عارفين مصادرها ايه، اشاعات غير منطقيه. مؤمن زكريا احد ابناء النادي الاهلي واهلاوي جدا، والراجل جدد خلاص، وهو اضافه ان شاء الله بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله، بالاضافه للاعبين المتواجدين، بالاضافه للصفقات اللي بتحسم واحده تلو الاخرى ان شاء الله. طيب نروح نشوف اهم الاخبار اللي كتبت على النادي الاهلي في المواقع. الموقع الرسمي: الاهلي يبدا الاستعداد لطلائع الجيش غدا. سوبر كوره: محمد يوسف نفس الاهلي طويل ولن نتنازل عن لقب الدوري. 1-3: الاهلي يوضح حقيقه رحيل كلوبالي. فيتو: الاهلي يبدا دراسه زيما الاثيوبي. الفجر: محمد محمود ساكون مفاجاه منتخب مصر في امم افريقيا 2019. في الجول: محمد محمود يكشف نصيحه صلاح له قبل الانضمام للاهلي. سوبر كوره: حجازي يدخل ضمن حسابات الاهلي في يناير. الموقع الرسمي: الجرحي مباراتنا امام الزمالك لها حسابات خاصه. الشروق: الاهلي يواجه سبورتنج على لقب دوري سيدات السله. طيب اول خبر معانا هو خاص بسوبر كوره، وخد التصريح على لسان كابتن محمد يوسف، قال فيه ان النادي الاهلي نفسه طويل ومش هيتنازل ابدا عن الفوز ببطوله الدوري. تصريح مهم جدا بالنسبه لكابتن محمد يوسف بالتحديد من الناحيه النفسيه والمعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. الكل مدرك ان الفريق مش في افضل حالاته، ده شيء واضح جدا،
لكن التصريحات دايما بتبقى مهمه قوي قوي من قبل الجهاز الفني، تصريحات نفسيه بالتحديد وتصريحات معنويه، وده باين من خلال كلام كابتن محمد يوسف، وقال فيه ان طبعا الاهلي نفسه طويل وان المنافسه على الدوري احنا مصممين بشكل كبير جدا على الفوز بهذه البطوله رغم كل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي الفتره الحاليه، ضغوط كبيره، كلام كتير جدا من قبل الناس كلها، فبالتالي تصريح كابتن محمد يوسف تصريح مهم جدا. عشان نعرف اهم التصريحات ايضا بالنسبه لكابتن محمد يوسف، كابتن سعيد عبد الحفيظ، نروح نشوف التقرير ده ونرجع مره ثانيه. بقول مبروك طبعا، الثلاث نقاط النهارده مهمين جدا، يمكن صعوبه اللقاء المطر اللي حصل برضو عمل شويه بالنسبه للعيبه، يمكن الهدف ما كناش موفقين فيه من زحلقه، لكن اللي انا عايز اقوله مبروك للعيبه النهارده ادوا بشكل كويس جدا، انا شايف ان الروح حلوه قوي. عايز اخد الايجابيات من المباراه النهارده، احمد علاء بيثبت نفسه، عندنا احمد الشيخ كمان لتاني مباراه. النقطه كمان اللي مهمه جدا ان انت النهارده بتتاخر بهدف وبترجع الحمد لله بهدفين، يمكن انا كلمتهم بين الشوطين بعد الجون حصل تسرع شويه، بقينا بنلعب برتم واحد سريع قوي طول بقى بعد الجون، فدي خلت مفيش تصرف كويس في الكوره، لكن الشوط الثاني الدنيا هديت، بقينا بنسرع في اوقات بنهدي في اوقات، وده المفروض ان احنا نشتغل مش كله بريتم واحد، في مناطق في الملعب محتاجه نبقى الريتم هادي شويه وفي مناطق محتاجه ان الريتم يتسرع. الحمد لله عملوها الشوط الثاني بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه كمان اللي مهمه وعايز اكد عليها هي ان 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 ال ال الظروف اللي احنا بنلعب فيها ظروف صعبه، انت بتلعب مضغوط، بتلعب كل 3 ايام، فمضطر طبعا ان انت تريح لعيبه وعندك عايز تثبت برضو تشكيل عشان تعمل انسجام، تعمل مدخل عناصر جديده، فبتبقى محتاج انه يلعبوا جنب بعض، فالحاجات دي كلها يعني بنجتهد فيها وبنحاول نفكر فيها بشكل كبير جدا وبنحاول نتكلم مع لعيبه بشكل كويس. يمكن وليد سليمان النهارده انا كنت يعني كم مصر، انا كنت مصر ان يبقى معايا، انا حسيت ان هو موجد من الماتشات اللي فاتت، ف يعني اتكلمت معاه وقلت ان يبقى معايا احسن تحسبا لاي ظروف يعني، وفعلا توقعته حصل ودفعت بيه طبعا بين الشوطين على طول. التغيير الثاني طبعا هشام محمد، كنا لازم نرجع للمباراه براسين حربه لان لقيت ان احنا بنوصل للمناطق الدفاعيه بتاعت فريق الجونه لكن محتاجين كثافه في العرضيات، فطبعا دفعت بمروان وعمل الجون الاولاني بشكل كويس جدا، وطبعا اسلام محارب كان التامين عشان ابدا استحوذ في نص الملعب وقت المباراه، لكن بقول مبروك الحمد لله ثلاث نقاط في مشوارنا، ونفكر على طول في ماتش الجيش لان مهم جدا ان احنا نتعامل مع كل مباراه على حده، وهدفنا هو ثلاث النقاط في كل مباراه ان شاء الله. ظروف صعبه جدا يعني، حتى زي ما انا قلت يعني من اول ما اشتغلنا قلت في ثلاث محاور بتشتغل عليها اللعيبه دلوقتي، واللعيبه بترجع من اصابات واللعيبه يتم تدعيمها، لكن في النهايه بتشتغل على الواقع او التاريخ اللي انت فيه يعني، فمهم قوي ان احنا نكسب. الفوز بيبقى صعب انا عارف كده، والمرحله اللي جايه برضه مش سهله، صعبه جدا، محتاجه قلب جامد جدا جدا جدا، محتاجه قوه جامده جدا، محتاجه قوه في الشخصيه كمان وفي التحمل، هتتعرض لحاجات وممكن تبقى مش موفق في حاجات زي النهارده مثلا، لحد 29/12 اللي جاي عندنا كان عندنا 9 مباريات، خدنا منهم 3 لسه فاضل 6، نتمنى يا رب ان احنا نحقق فيهم نتائج مقبوله ومعقوله. على المستوى الاداء يعني ان شاء الله الرحمن الامر يتحسن احسن من كده كمان، لكن في النهايه يعني احنا مش الموضوع مش هيبقى بين يوم وليله يعني، كده هياخد وقت زي ما قلت، في شغل داخل الملعب وفي شغل خارج الملعب، ويا رب ان شاء الله الرحمن لحد ما نوصل لاخر الشهر ده باذن الله تكون الدنيا كويسه. في حاجات كتير جدا ممكن يتم علاجها بالروح وبالاصرار، حاجات كتير قوي ممكن تتجاوزها برضو بالقلب والاصرار وقوه الشخصيه. يعني هتقابل صعوبات في الفتره اللي جايه، احنا مقرين بكده وعارفين بكده، مش هننكره يعني، لان انت في النهايه يعني انت راجل بتتكلم بالواقعيه يعني، لكن شخصيه الاهلي وروح الاهلي هي السلاح اللي عندك دلوقتي في الوقت الحالي يعني.
كلام مهم جدا طبعا من كابتن محمد يوسف المدير الفني الحالي بالنسبه للنادي الاهلي، وايضا كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن محمد يوسف اتكلم عن بعض اللاعبين، وكان من ضمنهم بصراحه احمد علاء، الراجل بيشارك لتاني مباراه على التوالي، بالنسبه له الراجل بيأدي بشكل جيد حسب طبعا وجهه نظر كابتن محمد يوسف، هو احد اللاعبين المميزين احمد علاء. النادي الاهلي قدر ان هو يتعاقد معاهم من نادي الداخليه مع بدايه الموسم، ممكن ما يكونش شارك في اوقات كتير، لكن الفرصه جات له الفتره دي علشان يقدر يثبت جدارته بالتواجد في النادي الاهلي. الراجل خامه كويسه بصراحه احمد علاء، وبيأدي بشكل جيد، ونتمنى له دايما التوفيق. بالنسبه لاحمد الشيخ واللي اتكلم عليه ايضا كابتن محمد يوسف، احنا اتكلمنا عن احمد الشيخ خلاص، لكن عايز اقول لكم معلومه ان احمد الشيخ امبارح كان يعني بيكمل المباراه وهو مصاب، عنده اجهاد في العضله الخلفيه، فدي حاجة تحسب أيضا لأحمد الشيخ رغم الخوف عليه لا تكون يجي له مزقة أو حاجة، لكن ده قلبه على أو ده يعكس قلبه إن قلبه على الفريق وأهمية تواجده وأهمية إن هو عايز يساهم ويكون قوي مع الفريق خلال الفترة دي ويثبت وجوده وإن هو يقدر يفوز مع النادي الأهلي بهذه المباريات الهامة. كمان من ضمن الجزئيات المهمة اتكلم فيها كابتن محمد يوسف إن الهدف أو الفريق اتأخر بهدف وكان في تسرع شوية في الشوط الأول، ما بين الشوطين الراجل اتكلم قال لهم إن لازم نهدي الريتم شوية، وده شيء كان مهم. وكابتن محمد يوسف عامة أحد المدربين اللي عندهم قدرات كبيرة جدا، وقدر إن هو يفوز مع النادي الأهلي ببعض البطولات، وكان من ضمنهم بطولة دوري أبطال أفريقيا آخر بطولة بالنسبة للنادي الأهلي في 2013. إن شاء الله بإذن الله تكون البطولة الجاية عودة لبطولات دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتكلم كلام كلنا سمعناه وكلام مهم جدا، وقال ان المرحله الجايه عايزه قلب وقوه في الشخصيه، وده او دي سمه مهمه جدا من السمات اللي لازم تكون متوفره في لاعبي النادي الاهلي خلال المرحله المقبله. من ضمن الاخبار ايضا اللي معانا واللي اتكتبت على النادي الاهلي في المواقع بتحديد موقع 1-3 قال ان النادي الاهلي بيوضح حقيقه رحيل كلوبالي. كلوبالي طبعا لعيب كويس ولعيب مهم، وكان احد الطلبات المهمه بالنسبه لمستر باتريس كارتيرون اول ما جه. النادي الاهلي وفر هذا الطلب بالنسبه لمستر باتريس، وبالتالي انضم كلوبالي، والراجل في الحقيقه عشان يديله حقه ساهم في بعض انتصارات مهمه جدا بالنسبه للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا، وساهم مع الفريق في الوصول لنهائي البطوله، وما كانوش موفقين كلهم طبعا في المباراه النهائيه، فبالتالي البعض بيتوقع انه هيكون في يعني اتجاه لرحيل كلوبالي خلال الفتره اللي جايه، وخصوصا النادي الاهلي في اتجاهه ان هو يتعاقد مع احد اللاعبين الاجانب. لكن طبيعي والتصريحات اللي خارجه من النادي الاهلي ان الكلام ده سابق الاوان، وخصوصا ان الفريق لسه عنده بعض المباريات في شهر 12 بالتحديد، فلو النادي الاهلي هيتعاقد يا جماعه مع حد يعني من الاخر كده مش هيعلن دلوقتي، لو هيتعاقد مع حد بالتحديد من او لاعب اجنبي بالتحديد افريقي ايا كان جنسيته مش هيعلنه دلوقتي، لان الراجل كلوبالي ممكن انت تحتاجه خلال الفتره اللي جايه، وهو مدافع جيد ومدافع دولي في منتخب مالي، فبالتالي تصريح ذكي جدا او كلام ذكي ومهم جدا خارج من النادي الاهلي ان ده كلام سابق الاوان ولسه الامور ما تحددتش، لكن الناس كلها خلاص يمكن ممكن تكون عارفه يعني الاتجاهات اللي ممكن يكون واخدها النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. هيكون وارد جدا يكون في لعيب اجنبي ضمن صفوف النادي الاهلي، لكن كلام مش دلوقتي، لسه في ماتشات بيركز عليها الفريق بما فيهم كلوبالي لاعب وعنصر هيكون او هو عنصر اوريدي مهم جدا في النادي الاهلي. فيتو كمان اتكلمت على ان الاهلي بيبدا دراسه جيما الاثيوبي، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي هيواجه فريق جيما الاثيوبي يوم 14 او 15 من الشهر الجاري في بدايه بطوله دوري ابطال افريقيا وبتحديد دور ال 32، فبالتالي هتكون مباراه مهمه. النادي الاهلي بيعكف هذه الفتره على يعني حصد عدد من المباريات لفريق جيما الاثيوبي، ده بجانب التقرير اللي كتبه الكابتن عادل مصطفى اللي سافر لاثيوبيا عشان يحضر المباراه الخاصه بفريق جيما في دور ال 64 امام احد الفرق في جيبوتي، واللي انتهت بفوز فريق جيما ومن خلاله تاهل لمواجهه النادي الاهلي في دور ال 32. يعني هيتم جمع عدد من شرائط الفيديو الخاصه بفريق جيما علشان يعني يقف الجهاز الفني على كل نقاط القوة والضعف بالنسبة لهذا الفريق، بالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصا هي بطولة مضغوطة هتخلص مع نهاية شهر 5 تقريبا، فمهم جدا ان احنا نعوض البطولتين اللي فاتونا بصراحه، البطولتين بالتحديد اللي فاتت واللي قبلها، خسرنا امام الترجي وخسرنا امام الوداد، والنادي الاهلي كان اقرب ان هو يفوز بيهم، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الثالثه تبقى ثابته والنادي الاهلي يقدر يوصل للنهائي ومن ثم يفوز بهذا اللقب الافريقي الغالي. كمان الفجر، موقع الفجر كان خد تصريحات عن محمد محمود لاعب النادي الاهلي الجديد، وللنادي الاهلي خلاص اعلن عنه بشكل رسمي بعد ما قدر ان هو يتعاقد ويصل الاتفاق النهائي مع فريق وادي دجله بانضمام اللاعب في شهر يناير، وقال ان انا هكون مفاجاه منتخب مصر
في كأس أمم أفريقيا 2019. لاعب جيد جدا محمد محمود وأحد أهم العناصر اللي ظهرت في بطولة الدوري هذا الموسم مع فريق وادي دجلة، وبيجيد اللعب كصانع ألعاب وبيجيد اللعب كديفندر في نص الملعب أو نص ملعب حتى مهاجم. الراجل عنده يعني إمكانيات كبيرة جدا تأهله أنه هو يلعب في أكثر من مركز، فبالتالي لاعب مهم محمد محمود. نتمنى له كل التوفيق مع النادي الأهلي. الميزة في محمد محمود أن أنت هتقدر تستفيد بيه على طول، باين جدا شخصيته مع فريق وادي دجله، باينت جدا شخصيته سواء مع المنتخب الاولمبي او حتى مع المنتخب المصري الاول بعد اقتناع مستر اجيري بضمه لمعسكرات المنتخب خلال الفتره اللي فاتت. فان شاء الله هو لاعب بروميسنج بشكل كبير جدا، وهيكون اضافه قويه وسريعه. ده المهم وده اللي مركز عليه مسؤولي النادي الاهلي خلال الفتره دي، ان اي لعيب يجي يكون اضافه سريعه بالنسبه للفريق، عشان ما فيش وقت ان اللاعب اللي يجي ياخد وقت عشان ينسجم والكلام من ده. لا، احنا عايزين نخرج بسرعه من الكبوه ان شاء الله المؤقته اللي بيمر بيها النادي الاهلي. كمان في الجول خدت تصريح على لسان محمد محمود، وكان بيكشف فيه عن نصيحه محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في ليفربول ونصيحته ليه قبل الانضمام للنادي الاهلي. وكان محمد محمود قال ان هو كان بيتواصل مع محمد صلاح سواء في المعسكر او عن طريق الواتساب، فبالتالي كان بيتكلم معاه. محمد صلاح قال له نصيحة واضحة جدا، وهي انت لو عايز تحترف او نفسك تحترف لازم ما يكونش عندك نسبة 1% ان انت هتحترف وترجع تاني، لكن لو انت شاكك انك يعني صعب ان انت تتعود على او تتأقلم على الاحتراف وتبعد عن اهلك وتبعد عن صحابك وتبعد عن الكلام ده، لا يبقى اخر الخطوة شوية. ودي النصيحة اللي ممكن يكون فكر فيها محمد محمود، وقال ان انضمامه للنادي الاهلي شيء مهم جدا، وهيزود من طموحاته وهيزود من امكانياته ومن عقليته الاحترافيه، عشان على حد وصف محمد محمود طبعا لاعب النادي الاهلي ان هو يعني النادي الاهلي اكثر الانديه احترافا في مصر وفي افريقيا، فبالتالي هو هيستفيد بشكل كبير جدا، ومن خلال النادي الاهلي يقدر ان هو يعني يحقق العديد من الطموحات اللي بتتمثل طبعا في البطولات. واي لعيب حقه جدا ان هو يفكر في الاحتراف، يعني التوقيت ده طبعا بيرجع للمولى عز وجل، لكن كل الامور او كل الطموحات طبيعيه جدا بالنسبه لكل اللاعبين. لكن المهم جدا ان محمد محمود سعيد جدا من انضمامه للنادي الاهلي، وشايف ان هو يعني عايز يكون اضافه بالنسبه للفريق خلال الفتره اللي جايه، وده ان شاء الله اللي هيحصل. سوبر كوره يعني بتقول خبر مهم جدا، هو خاص باحمد حجازي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب ويست بروميتش البيون الحالي في الدرجه الثانيه في انجلترا، وقالوا ان حجازي بيدخل ضمن حسابات الاهلي في يناير. يعني ممكن يكون كان في فعلا جس نبض بالنسبه لحجازي امكانيه عودته للنادي الاهلي. اللاعب يعني من البدايه كان قال لا انا عايز استمر في تجربه الاحتراف، لكن على حد وصف موقع سوبر كوره قالوا ان النادي الاهلي في محاولات مستمره ان هو يتعاقد مع احمد حجازي خلال الفتره اللي جايه. احمد حجازي لعيب كبير جدا واضافه لاي فريق، وده شيء طبيعي ومهم جدا النادي الاهلي يسعى ان هو يتعاقد مع افضل اللاعبين، بالتالي ممكن يكون في محاولات مع حجازي، لكن تبدو ان هي صعبه بصراحه، لان لاعب كبير ولاعب ماشي بشكل جيد جدا واساسي دايما مع فريق ويست بروميتش. السنه اللي فاتت على فكره احمد حجازي من ضمن اللاعبين القلائل جدا اللي لعبوا 38 من اصل 38 مباراه في بطوله الدوري الانجليزي الممتاز، فبالتالي الراجل مستمر بشكل جيد جدا مع فريق ويست بروميتش البيون. في كلام ممكن يكون في كلام او جس نبض، لكن لحد دلوقتي مفيش جديد بالنسبه لاحمد حجازي. ايا كان طبيعي جدا يكون في عدد كبير من اللاعبين المطروحين على الجهاز الفني على الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره اللي جايه دي، عشان النادي الاهلي دايما بيحاول ان هو يتعاقد مع اللاعبين المميزين والسوبر يكونوا اضافه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بعد الفاصل نرجع نواصل كل كلامنا في حلقة كلام في الميديا النهارده. اهلا بكم من جديد، طبعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. بالمناسبه ان شاء الله هيكون معانا في الجزء الثاني من الحلقه يعني بعد قليل هيكون معانا استاذ عمرو محي الناقد الرياضي باخبار الرياضه، عشان نتكلم في عديد من الامور اللي موجوده على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام. طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار العالميه والمحليه واخبار محترفينا في الخارج. فيتو اتحاد الكرة يرفض طلب أجري وبإقامة مباراة ودية في يناير. اليوم السابع أجري يطلب مواجهة كبار أفريقيا ويستبعد العرب من ودية مارس. الشروق اتحاد الكرة يضع سياسة جديدة لحضور الجماهير مباراة الدوري. الفجر عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري.
البوابة نيوز، المنتخب الأولمبي يعسكر في أسبانيا ويواجه هولندا في مارس المقبل. بوابة الأخبار، مدرب الإسماعيلي يعتذر للجماهير. الشروق، عرض سعودي جديد لتريزيجيه. سكاي نيوز، تصريح مهين من بيلي بحق ميسي. أس مورينيو، راشفورد مقاتل ولا تقارنوننا بجيل نيسر روي وروي كين. سبورت 360، سولاري يصدم جماهير ريال مدريد برفضه ضم لاعبين جدد. طيب نبتدي بأول خبر معنا، هو من فيتو، واللي قالت إن اتحاد الكرة يرفض طلب مستر أجيري المدير الفني المصري أو المدير الفني المنتخب المصري بإقامة مباراة ودية في يناير. طبعا اتحاد الكرة رفض الطلب ده وقال إن صعب جدا يكون في أي معسكرات خاصة بالمنتخب في يناير، وخصوصا إن الدوري المصري هيكون مضغوط جدا وفي مباريات عديدة في شهر يناير، فبالتالي صعب قوي إن يكون في مباريات ودية بالنسبة للمنتخب المصري في يناير، بالتالي تم يعني عدم قبول هذا الطلب من قبل مستر خافير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري. كمان اليوم السابع اتكلمت على إن أجيري يطلب مواجهة كبار أفريقيا واستبعد العرب من ودية مارس. طبعا في شهر مارس هيكون في أجندة دولية بالنسبة للمنتخبات بشكل كامل، فمستر أجيري طلب إن هو يواجه أحد الفرق أو أحد المنتخبات الكبار في أفريقيا، سواء الكاميرون، نيجيريا، يعني أي فريق، سنغال، الفرق القوية دي أو المنتخبات القوية في أفريقيا، عشان يكون استعداد مهم جدا، وهيكون الاستعداد قبل الأخير بالنسبة للمنتخب المصري قبل بطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون في شهر 6 إن شاء الله. فبالتالي مستر أجيري طلب يعني بعض الأسماء كده اللي قالها أو بعض أسماء منتخبات إن هو يواجهها خلال هذه الودية في شهر مارس. كمان الشروق اتكلمت عن اتحاد الكرة وضع سياسة جديدة لحضور الجماهير مباراة الدوري. اتحاد الكرة قال يا جماعة لو عايزين تزودوا أعداد الجماهير خلال الفترة الجاية في بطولة الدوري ممكن تزودوها، لكن لو في أي خروج على النص هيكون النادي اللي مزود عدد جماهيره هو اللي هيتحمل المسؤولية. يعني اتحاد الكرة احنا عارفين هو منسق مع الامن لحضور 3000 متفرج او 3000 مشجع بالنسبة لكل فريق في بطولة الدوري، لكن بعض الفرق اللي بتحتاج جماهيرها دايما واللي دايما تبقى محتاجة ان الجمهور يكون متواجد في ارضية الملعب كعامل مهم جدا، واكيد منها الاهلي والزمالك والاندية الجماهيرية، المصري، الاتحاد، كل هذه الفرق اكيد بيكونوا او بيتمنوا ان يكون في عدد جماهيري اكبر. اتحاد الكرة رمى الكرة في ملعب الأندية، فبالتالي قال لهم يا جماعة عايزين تحضروا أو عايزين يكون في عدد كبير من الجماهير، خلاص هاتوا الجماهير بس أنتوا اللي هتبقوا مسؤولين، أي خروج عن النص هيتم الرجوع لإدارات الأندية. فبالتالي ده شيء يعني خبر مهم جدا، هنشوف الأمور هتمشي إزاي خلال الفترة الجاية، لكن أعتقد إن الجماهير خلاص بمختلف انتماءاتها يعني خدت الدرس بشكل جيد جدا، أو مش خدوا الدرس ولا حاجة، هم الناس يعني شافوا أهمية تواجدهم في المدرجات ومساندتهم لفرقهم، فأكيد مش هيكون في خروج عن النص إن شاء الله، لأن دايما كل نادي محتاج لجمهوره، ما بالك النادي الأهلي اللي عنده أكبر قاعدة جماهيرية في مصر، فأكيد هو محتاج لجمهوره بشكل كبير جدا، وهو العنصر رقم واحد دائما بالنسبة للنادي الأهلي. الفجر اتكلمت على ان الحاج عامر حسين بيكشف موعد انتهاء الدوري المصري. الحاج عامر حسين اتكلم، ده طبعا رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم، اتكلم على ان الدوري السنه دي هيكون مضغوط، وان الانديه كلها قبل بدايه الموسم عارفه ان الدوري السنه دي هيكون من خلال 13 شهر. يعني تخيلوا يا جماعه اطول دوري تقريبا في تاريخ الكره المصريه، 13 شهر يعني سنه وشهر، اكتر من سنه مباريات دوري. فبالتالي قال ان كل الانديه عارفه كويس ان الدوري السنه دي هياخد 13 شهر، قال ان احنا هنحاول باي شكل من الاشكال ان الدوري يخلص في شهر اغسطس القادم، وقال كمان ان هيكون في معسكر للمنتخب قبل بطوله الامم الافريقيه في شهر 6 ان شاء الله من العام القادم، هيكون قبليها بس في اسبوعين المعسكر، من خلال اسبوعين فقط لا غير، وخلال الاسبوعين دول مش هيكون في مباريات دوري من غير الدوليين المطروح ده، غير او الموضوع ده عفوا غير مطروح بالمره ان يكون في مباريات دوري من غير اللاعبين الدوليين. فبالتالي الموضوع خلاص اتحسم، وفي الحاج عامر حسين قال ان شاء الله بكل الطرق هنقدر نخلص بطوله الدوري في شهر 8. خبر مهم كمان من الشروق، وبيتكلموا فيه عن عرض سعودي لمحمود حسن تريزيجيه، طبعا نجم النادي الاهلي السابق واحد اهم اللاعبين في الدوري التركي بشكل عام، واحد اهم اللاعبين طبعا في نادي قاسم باشا التركي، الراجل ماشي معاهم بشكل جيد جدا 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 صراحه، الموسم ده كمان يمكن احسن من اللي فات.
فبالتالي بيقولوا ان في عرض سعودي وصل لفريق قاسم باشا خلال الكام يوم اللي فاتوا بمقابل 5 مليون يورو للتعاقد مع تريزيجيه. تريزيجيه اكيد جاله عروض كتيره. النادي السعودي خليني اقول لكم اسمه هو نادي الشباب السعودي هو اللي طلب التعاقد مع تريزيجيه مقابل 5 مليون يورو. بالتالي في تفكير نوعا ما من قبل اداره فريق قاسم باشا ان هم يوافقوا على هذا العرض، خصوصا عرض كبير 5 مليون يورو يعني مبلغ كبير بالنسبه للانديه التركيه، وخصوصا فريق زي قاسم باشا ما عندوش الامكانيات الرهيبه يعني. فبالتالي ممكن ان هم يفكروا في الموافقه على رحيل تريزيجيه. لكن النقطه هنا، هل تريزيجيه هيوافق ان هو يروح احد الدوريات الخليجيه؟ يعني الطبيعي اللي احنا نعرفه ان اي لاعب بيحاول ياخد خطوات تصاعديه في مسيرته. تريزيجيه متواجد في الدوري التركي وعنده الامكانيات الكبيره جدا اللي تؤهله انه يلعب في اكبر الدوريات في العالم. فبالتالي الموضوع هيرجع لتريزيجيه، هل هيوافق ان هو يروح السعوديه ولا هيحاول ان هو يروح الفتره الجايه لاحد الدوريات الاوروبيه الكبرى، وخصوصا ان هو احد اللاعبين المرشحين على فكره للانضمام كمان لفريق انتر ميلان الايطالي، واحد الانديه الكبيره طبعا في ايطاليا، وكان مرشح بقوه الموسم اللي فات. الامور هتمشي ازاي؟ الايجنت بتاع محمود حسن تريزيجيه هينصحه بايه؟ هيوافق بالنصيحه؟ الامور هتمشي ازاي بالنسبه لتريزيجيه؟ لكن بكل الاحوال نتمنى له كل التوفيق، وهو احد العناصر المهمه جدا كمان بالنسبه للمنتخب المصري، والراجل لعيب كبير قوي بصراحه يعني. طيب، خبر اخر غريب من سكاي نيوز، وهو على لسان بلي طبعا النجم البرازيلي الشهير، احد اساطير كره القدم بشكل عام، ويعني على حد وصفهم بيقول ان هو بيهين ميسي من خلال تصريحات قالها. هو تصريحاته اللي قالها بحق ميسي هي غريبه شويه. قال ما تحاولوش تقارنوني بميسي، انا دايما بشوف ان في مقارنات ما بيني وما بين ميسي. انا يا جماعه كنت لعيب بلعب باليمين وبالشمال وبدماغي، يعني يعتبر لعيب متكامل، كنت بجيب اجوان بدماغي وبرجلي اليمين وبرجلي الشمال. على حد وصفه هو شايف ان ميسي ما بيستخدمش غير رجله الشمال. وطبعا هو لعيب كبير جدا ميسي، هو التصريح غريب شويه بصراحه، لكن هو بيقول ان ميسي بيستخدم رجله الشمال بس، رجله اليمين ما بيستخدمهاش خالص، والراسيات عنده تكاد تكون معدومه. فبالتالي هو شايف ان لما تيجوا تقارنوا بليه بحد، قارنوه بلاعب يكون متكامل شويه، ما يكونش لاعب على حد وصفه يعني زي ميسي. ميسي ما بيقدرش ان هو يعمل كل اللي كان بيليه بيعمله في عصره. لكن غريب بصراحه التصريح ده. طب هل ده معناه ان ممكن نقارن رونالدو ببيليه؟ طب رونالدو الراجل يعني بيقدر يلعب بدماغه وبرجله اليمين وبرجله الشمال، ولاعب يعني شبه متكامل زي ميسي. انا شايف ميسي طبعا اكيد مش انا شايف، الناس كلها شايفه ان ميسي احد اللاعبين المتكاملين، يعني صعب يجوا تاني في كره القدم يعني. لكن تصريحات غريبة دايما بنسمعها من قبل لاعبين مهمين، وكل يعني كله بيغير على نفسه او كله شايف ان هو الافضل، وده شيء طبيعي. ممكن ميسي يخرج بتصريح تاني ضد بليه مثلا او حاجة، لكن عامة يعني ده تصريح كان غريب من بليه بحق ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الارجنتيني، اللي بعيد شوية دلوقتي على المنتخب الارجنتيني لكن هيرجع الفترة اللي جاية للمنتخب. طيب، اس اتكلمت على ان جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللي كان عندهم مباراه قويه جدا امبارح امام الارسنال، وبصراحه الارسنال كان عمل مباراه حلوه قوي، لكن هو الراجل كان بيتكلم وقال بالتحديد ان راشفورد لاعب مقاتل. راشفورد احد اللاعبين الشباب اللي يعني بقى لهم سنتين او ثلاثه بيلعبوا في الفريق الاول لمانشستر يونايتد، والراجل بيأدي بيأدي مستويات رائعه جدا، ولاعب منتخب الانجليزي. قال ان هو لعيب مقاتل ولعيب مهم جدا، وكمان قال ما تقارناش يا جماعه بالجيل بتاع مستر روي وروي كين. طبعا ده كان جيل عظيم بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد، مستر روي، روي كين، ستام، ناس كتير جدا يا جماعه كانوا متواجدين في الجيل ده، سكولز، عدد من اللاعبين المميزين جدا اللي قدروا يحصدوا عدد كبير من الالقاب مع فريق مانشستر يونايتد. قال ان احنا يعني الفتره دي مش عندنا نفس الجيل في مانشستر يونايتد اللي انتوا بتتكلموا عليه قبل كده. لكن بصراحه يعني مورينيو دايما مثير للجدل بتصريحاته، ومش ماشي بالشكل المطلوب او الشكل اللي بيتمناه جمهور مانشستر يونايتد. ما اعرفش الموقف هيبقى ماشي ازاي بالنسبه لمستر جوزيه مورينيو خلال الفتره اللي جايه، لكن هو دايما مدرب مهم وقوي جدا طبعا، وعنده العديد من الانجازات في الكره الاوروبيه بشكل عام ومختلف الدوريات الاوروبيه كمان. سبورت 360 قالت ان سولاري بيصدم جمهور ريال مدريد ان هو مش محتاج تعاقدات في يناير. ده تصريح غريب جدا، لان بصراحه الناس كلها شايفه ان فريق ريال مدريد بعد رحيل بالتحديد كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، يعني انت فقدت حوالي 50 60 هدف في الموسم، ما قدرتش تعوض رحيل كريستيانو رونالدو، اعتمدت على اللاعبين المتواجدين سواء بنزيما او جارس بيل او اسكو او اسينسيو
يعني في عدد من اللاعبين الموجودين، لكن اللي شفناه خلال الموسم حتى الان بالنسبه لفريق ريال مدريد مستوى متذبذب جدا. ريال مدريد في المركز السادس تقريبا في بطوله الدوري، ده شيء لا يليق بفريق ريال مدريد. فبالتالي الجماهير المدريديه طبعا بالتحديد شايفه انه تصريح غريب جدا من سولاري ان الفريق مش محتاج تدعيمات يعني، لكن هو بصراحه واضح للناس كلها ان الفريق محتاج تدعيمات خلال الفتره اللي جايه بالتحديد لفريق ريال مدريد، وهو اللي قدر يفوز بالتشامبيونز ليج ثلاث مرات ورا بعض واربع مرات في خمس سنين. فبالتالي فريق كبير جدا، والنادي الاهلي دايما بنفسه على يعني الاكثر حظا للبطولات القاريه في العالم. النادي الاهلي ما وفقش ان شاء الله يقدر يحققه خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح نشوف اهم ما كتب على السوشيال ميديا. طيب هنبتدي من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر، واللي نشرت صوره من مباراه الجونه وكتبت لا تندهش انها فقط روح الفانيلا الحمراء. ونشر عمرو سولية لاعب الاهلي صوره على صفحته على تويتر من المباراه وكتب الحمد لله. نفس الكلام بالنسبه لاحمد الشيخ اللي احرز هدف التعادل امبارح امام الجونه، نشر صوره على تويتر من المباراه وعلق الحمد لله. اما اسلام الشاطر لاعب الاهلي السابق فكتب على تويتر ثلاث نقاط هامه جدا في طريق عوده الاهلي لأهل القمة، أهم ما يميز مباراة اليوم الجراءة والمخاطرة اللي عملها كابتن محمد يوسف في تغييره لهشام محمد ونزول مروان. هذا التغيير ساعد بشكل كبير في فوز الأهلي واعتمد في يوسف على المخاطرة واللعب هاف ديفندر وحيد عمرو السولية ولعب مروان بجانب أزارو. وكتب الفنان النبيل الحلفاوي على تويتر فوز مستحق للأهلي، شكر واجب للاعبين على الروح القتالية والمجهود الوافر، تجاوزوا بصعوبة الهدف المبكر والالتزام الدفاعي وتألق عمر رضوان. وليد سلمان كان نقطة تحول جوهرية، روح الفانيلا الحمراء عادت ولكن لا تنتظروا انتهاء المعاناة قبل عودة المصابين على الأقل. كمان كتبت الفنانة ندى بسيوني على تويتر مبروك للأهلي، مكسب مهم جدا لاستمرار الانتصارات وحصد النقاط، الحاوي قلب اللقاء وهدف عالمي. وعالميا نروح لمحمد صلاح اللي وضع صوره جديده لصفحته على تويتر النهارده بقميص منتخب مصر، ونشر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد صوره له وهو صغير على تويتر وكتب افضل الاشياء لا تاتي بسهوله ابدا. ونشر مصطفي لاعب ارسنال صوره على تويتر من مباراه امبارح مع مانشستر يونايتد واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 وكتب ثم يقولون ان ارسنال لن يستمر ابدا ل 20 مباراه دون هزيمه. أربع نقاط مهمين بالنسبة لنا في آخر مباراتين وهذا يعطينا الدافع للاستمرار. احنا عارفين طبعا إن أرسنال قدر يفوز المباراة اللي قبل مانشستر يونايتد على طول على فريق توتنهام في مباراة كبيرة بنتيجة 4-2 وماشيين بصراحة بشكل جيد جدا تحت قيادة يوناي إمري المدير الفني للفريق. كمان نشر أوباميانج لاعب أرسنال على انستغرام صورة من المباراة وكتب عمل جاد، منزعجون قليلا لأننا كنا نستحق الفوز ولكن يمكن تعويض تلك النقاط يوم السبت. اما مينيولي حارس مرمى ليفربول البديل فنشر صوره على تويتر من مباراه بيرنلي واللي فاز فيها ريدز بنتيجه 3-1 وكتب لقد اتحد الرجال سويا وانجزوا المهمه بنجاح. ونشرت صفحه بليتشر على تويتر صوره للنجم الفرنسي الشاب كيليان امبابي من مباراه باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ في الدوري الفرنسي واللي انتهت بالتعادل 1-1 وكتبت امبابي انضم لعصابه اصحاب الشعر الاشقر. واخيرا نشر داني ألفيز لاعب باريس سان جيرمان فيديو على انستغرام تحت عنوان الموسيقى والاحساس ليس لهما وقت او مكان محدد. تعالوا نروح نشوف الفيديو.
دماغ خالص بصراحه داني الفيز، يعني من اللاعبين اللي الناس لو بتتابعهم على انستجرام بالتحديد الراجل بيعمل حاجات غريبه جدا وليه دماغ وعقليه معينه جدا، واحد اللاعبين بصراحه واحد اهم اللاعبين خلال 10 او 12 سنه السابقين كباك رايت. الراجل لعب في برشلونه ولعب في باريس سان جيرمان ونجم نجوم المنتخب البرازيلي. نروح لفاصل بعديه نرجع نستقبل الناقد الرياضي عمرو محي بجريدة أخبار الرياضة علشان نتكلم في عدد كبير جدا من الأمور على الساحة الرياضية المصرية بعد الفاصل. رجعنا لكم من جديد وبنضم لي في هذه اللحظات استاذ عمرو محي الناقد الرياضي باخبار الرياضه. استاذ عمرو مساء الفل عليك. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله وزي الفل ومبسوط ان انا موجود معاكم الاول. احنا اسعد اكيد، يعني شرفنا ومنورنا دايما. طيب خلينا نتكلم في البدايه عن مباراه الاهلي بالامس امام الجونه وفوز كان مهم بالنسبه للفريق بنتيجه 2-1. شفت المباراه ازاي ورؤيتك للنتيجه واداء النادي الاهلي؟ طبعا شفنا المباراه كانت صعب على النادي الاهلي، المفروض ان الاهلي بالتاريخ وفارق الامكانيات ان الاهلي يبقى المباراه سهله بالنسبه له، خصوصا ان كمان ان الجونه الفتره ديت داخل مباراه الاهلي بعد 8 ماتشات بدون تحقيق اي فوز، منطقيا ان الاهلي يبقى مرتاح الماتش دوت. لكن بسبب ظروف المطر وال قصدك على بتروجيت قبل الجونه، يعني قبل مباراه بتروجيت الاهلي كان بقاله فتره ما بيفوزش. لا الجونه نفسه كفريق الجونه بقاله فتره طويله ما بيكسبش. الجونه نفسها الاهلي المفروض ان الاهلي يعني فريق الجونه فقد الثقه، نتائجه مش جيده فتره طويله، المفروض ان المباراه تبقى سهله للنادي الاهلي، لكن خطا في الشوط الاول تسبب بهدف. هو خطا ولا هو يعني الظروف بتاعه المطر والارضيه اكتر منها ان هي خطا بالنسبه للدفاع؟ بص النادي الاهلي حظه وحش، حظه ان كل الظروف المعاكسه بتتكتل في لحظه واحده الفتره دي. يعني شفنا في ماتش المقاولين غلطه برده من كوليبالي، اتزحلق نفس الزحلقه بس المره دي ما كانش الملعب مبلول، المره دي نقدر نقول ان الملعب كان مبلول. هجمه بتربك الحسابات بتضيع منك مباراه، ماتش الجون اللي دخل فينا في المقاولين كان في اللحظات الاخيره ما عرفناش نعوضه، ماتش الجونه كان في الشوط الاول عرفنا نتماسك لاحقا في الشوط الاول، بدانا نضغط الجونه ابتدى يتراجع، الشوط الثاني وصلنا الضغط نزلنا مهاجم ثاني مع مروان محسن عرفنا نستغل فرص سجلنا هدفين فوزنا، بس المباراه كانت صعبه. الاهلي بيمر بمرحله صعبه فنيا نفسيا، الضغوط كتير عليه، اللعيبه نفسها متاثره باللي بيتقال عليها، اللعيبه هم كشباب بيطلعوا على المواقع الرياضيه بيشوفوا السوشيال ميديا اللي بيتكتب عليهم، شايفين الهجوم عليهم، شايفين ان هم في كلام كتير ان الجمهور بيقول لك لازم لعيبه كتير تمشي، دول لعيبه يعني لا يصلحوا. هل الكلام ده توقيته او في مصلحه الفريق؟ احنا عشان يعني نعتبر قبل فتره الانتقالات الشتويه وفي نص الموسم، فانت ما ينفعش تدمر الفريق كله نفسيا، يعني انت ما ينفعش تيجي تقول ان ثلاث ارباع الفريق لا يصلح، انت المفروض تدعم الفريق نفسيا. هم في الاول والاخر لعيبه اصحاب كفاءات اصحاب خبرات نجحوا في الوصول بالنادي الاهلي للمباراه النهائيه. النادي الاهلي يا جماعه ما خرجش من الدور التمهيدي ولا من دور المجموعات. لا بس خلينا نتفق ان النادي الاهلي لو ما كسبش المباراه النهائيه يبقى اكيد يعني بالظبط، يعني لكن ما ندحش اللعيبه او بالنسبه لكل الاهلاويه ان لازم النادي الاهلي يفوز بالبطوله، لو ما فازش بالبطوله يبقى هو فشل او ان هو زيه زي الاهلي. لك حق، لكن الاهلي في مباراه الذهاب كان متفوق بنتيجه 3-1 في الشوط في النص الثاني من النهائي في تونس. حصلت ظروف فقدان تركيز يعني ما تفكرناش بقى لكن عموما لا يعني هو للاسف تم التعامل مع الاهلي بعد نهائي افريقيا ان هو فريق منهار تماما. دي نقطة سلبية من وجهة نظرك بالظبط، أفقدت اللعيبة الثقة تماما تمام، زائد إن الضغط بقى إن هو تخيل أنت جاي داخل على بطولة عربية، بطولة عربية أنت برضو عندك إصابات، نتيجتك كانت لم تكن جيدة في الذهاب قدام نادي الوسط، فأنت جيت في مباراة الإياب تقدمت بهدف أم بسبب خطأ تركيز، والخطأ التركيز ده تكرر أكثر من مرة، هو كان سبب الهدف الأول اللي دخل فينا في الترجي في نهاية الشوط الأول. تخيل أنت الشوط الأول لو كان انتهى 0-0 أكيد كان السيناريو هيبقى مختلف. الوصل فقدنا التركيز دخل فينا جون تعادل خرجنا ببطولة عربية. المقاولين رجعنا برضو خطأ تركيز فاول اتعمل شوطة اتعملت في منطقة الجزاء خطأ خسرنا. كانت كلها ظروف عكسية أدت إن الأهلي بيخسر وبتزداد الضغوط على اللعيبة.
طيب شايف الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي لسه عنده عدد من المباريات في بقية الشهر ده، أنت عندك الأول طلع الجيش يوم الأحد وبعدين النجوم يوم 17 ما بينهم طبعا مباراة جيما الأثيوبي، وبعد كده عندك الداخلية يوم 26 وإن بي يوم 30. خلينا نتكلم عن مباراة الدوري بالتحديد، أربع مباريات بالنسبة للنادي الأهلي. المهم بالنسبة للأربع مباريات دول أو بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، النتيجة أو النتائج ولا الأداء؟ البعض يمكن بيتكلم شوية عن الأداء مش جيد، الفريق بيلعب بشكل صعب شوية، بنكسب بالعافية، لكن الأهم الفترة دي إيه؟ الجمهور بيحب الاثنين، ده طبيعي. طبيعي. لكن بالمنطق وفي الظروف اللي احنا فيها بالظبط الثلاث نقط. الأهلي قبل ما يلعب مؤجلاته كان بيتقال عليه إن هو في المركز الأخير، وأنت عارف الضغط النفسي والمعنوي. منطقي، ده فريق كان عنده عدد كبير جدا بالظبط، لكن بتبقى نوع من أنواع الضغط. أنت تخيل إن أنت حتى لو أنت كبير وكيانك كبير وتاريخك كبير، لكن متأخر وقدامك تسع ماتشات، أنت خلاص أنت عارف إن أنت لازم تكسبهم عشان تطلع فوق. عكس إن أنت لما بتلعب ماتش مع باقي المنافسين بتوعك، أنت ممكن لو تعثرت في جولة خلاص أنا ممكن على امل ان المنافس بتاعي يتعثر في الجوله اللي بعديها، لكن انت عندك حوالي 9 ماتشات ولا 7 ماتشات انت مطلوب منك تكسبهم علشان تبقى في المركز الثاني. الاهلي لو كسب، الاهلي لسه حوالي عنده حوالي 6 ماتشات، هو لعب 9، الزمالك لعب 13. لو الزمالك لو الاهلي لعب الخمس ماتشات الجايين او لو كسب الاربع ماتشات في الشهر ده، لو كسب الاربع ماتشات دول هيبقى متساوي مع الزمالك، في حاله ان الزمالك ما لعبش ماتش تاني هيبقى اقل من الزمالك بثلاث نقط، فيبقى هو مطلوب منه ان هو لازم يكسب الاربع ماتشات دول مهما كان بقى الاداء شكله ايه. لكن انا بالنسبه لي دلوقتي الاداء النقط الثلاثه في كل مباراه، الاداء هيجي. يعني هو مش معقول ان كل مباراه ان طبعا الاداء هيبقى سيء، وخصوصا ان مجموعه اللاعبين اللي بيلعبوا الفتره دي ما كانوش لعبوا مع بعض قبل كده. يعني مع الوقت اكيد التجانس هيزيد، المفروض الاخطاء اللي بتحصل في المباريات اللي فاتت يتم تداركها. الاهلي ما شاء الله يبقى شكله احلى ويبقى فيه طيب اداء ونتيجه. اللاعبين اللي لفتوا نظرك خلال الثلاث مباريات في الدوري بالتحديد، عندك بدايه مباراه المقاولين، مباراه بتروجيت، ومباراه امبارح امام الجونه، مين اللي لفت نظرك من لاعبي النادي الاهلي؟ ما فيش كلام، انا مسمي ان الفتره دي فتره وليد سليمان. يعني وليد سليمان لو احنا كنا شايفين ان لعيبه الاهلي ادينا لهم عذر مثلا بنسبه 60-70% بان الملعب وحش وان الهدف الاول اللي داخل فينا بسبب المطره وان اتزحلق، وليد سليمان نزل محسسنا ان الملعب ما فيهوش ان الملعب حرير، الملعب جميل. يعني وليد سليمان كوير. عايز اقول لك وليد سليمان كان هو اللي تلاقيه في اليمين، هو اللي تلاقيه في الشمال، هو اللي عمل يعني حاجه كبيره. وليد سليمان بصراحه لعيب مهم قوي، لعيب مهم، ويعني دي من روح الجيل الجميل لبطولات افريقيا. وبمناسبه بطولات افريقيا النهارده بيبقى ذكرى الرابعه لبطوله الكونفدراليه، زي النهارده طبعا النادي الاهلي فاز، عماد متعب اللي جاب الجون في الدقيقه 91 وكان اللي صنع له الكوره وليد سليمان. بالظبط، يعني رفع له باليمين. ده من يعني من روح الزمن الجميل للنادي الاهلي، ان هو نتمنى ان هو يحافظ على مستواه الموسم يعني البطوله اللي جايه في بطوله افريقيا، ويوصلنا من النادي الاهلي مع صفقات جديده مع تدارك اخطاء وجهاز فني يكون موفق ونوصل ان شاء الله للبطوله. بخلاف وليد، حد تاني لفت نظرك من لاعبي النادي الاهلي؟ نقدر نقول احمد الشيخ بقى مجتهد، بقى بيحاول، لسه برده محتاج في الفينش بتاعه قدام المرمى. اللاعب ما كانش بيلعب خالص، يعني اللاعب ما كانش بيلعب قبل كده خالص، ولعب 3 4 مباريات ورا بعض، بان ان هو لكن لاعب جيد بس محتاج وقت عشان جيد. يبقى افضل لاعب جيد بس انت عشان انت في النادي الاهلي فانت محتاج ان فتره التاقلم بتاعك وفتره وصولك للتوب لازم تبقى سريعة. الاهلي ما عندوش فتره ان هو يصبر ماتش 2 3 لا، هو محتاج ان هو يبقى الاداء سريع. عجبني برضو احمد علاء، خط الدفاع كان جيد جدا، واثق من مكانه حتى لو مش اداؤه اللي هو يعني التوب، بس يعني مبشر احمد علاء، يعني ممكن يكون احد اللاعبين. هو اللعيب بيوصل للتوب لما زمايله كلهم يعني بيرفعوا بعض. بالظبط كده، بالظبط. هو في الظروف اللي هو كان لعب فيها وفي ظل المستويات اللي حواليه وفي ظل الجون الغريب اللي دخل في الاهلي في الشوط الاول، لا هو كان اداؤه جيد. تمام، هو مش مستوى يعني المستويات اللي حواليه، خلينا نقول الناس كلهم يعني بيمروا بفتره صعبه، لاعبي النادي الاهلي في غياب تركيز. في غياب تركيز، لكن كلهم يعني لاعبين المهارات موجوده طبعاً. المهارات موجوده والكفاءات بالزبط. موجوده، هم كلهم لعيبه وفي كتير منهم لعيبه دوليه، وطالما لعبوا في النادي الاهلي يبقى هم يستحقوا طبعا ارتداء القميص الاحمر. لكن هم في فتره صعبه طبعاً. لازم يبقى في قائد في الملعب يقدر يشدهم لقدام، واعتقد ان وليد سليمان هو اللي بيقوم بالدور دوت في الفتره دي. بالظبط. ناصر ماهر ونيدفيد رايك فيهم ايه؟ محتاجين يبقوا افضل. محتاجين افضل. ناصر ماهر برده كان ليه محاولات كتيره امبارح،
نيدفيد برضو كان بيجتهد على الاطراف، لكن محتاجين يبقى اكتر، يعني محتاجين يبقى لمساتهم على على الجون تبقى افضل، مؤثره اكتر، مش مجرد عرضيات سهله ان الجون يمسكها او ان الدفاع مع الثقه اكيد يعني هتبان قدراتهم كمان الحقيقيه والافضل من كده بكتير. يعني ان شاء الله سواء ناصر ماهر او كريم نيدفيد هم احد ابناء النادي الاهلي، بصراحه يعني عندهم الجوده الجيده، لكن هتظهر ازاي امتى ده هيبان مع توالي المباريات ان شاء الله الفتره الجايه. الغيابات مؤثره على النادي الاهلي اكيد اكيد. الاهلي غايب منه احمد فتحي، غايب منه أجاييت، علي معلول، انت بتتكلم على لعيبه كلها لعيبه دوليه. يعني علي معلول واحمد فتحي تونس ومصر، فاهم؟ الاثنين كانوا في كاس عالم، فاهم؟ محمد نجيب، محمد هاني، انا سمعت ان هشام محمد، انا لقيت في التقرير بتاعك ان هشام محمد امبارح برضو، يعني في اصابات كتير في النادي الاهلي. انت قلت ان هشام محمد برضو امبارح كان، لا انا قصدي احمد الشيخ على فكره كان بيلعب، يعني اول مباراه جاله شد او اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، بس هو الراجل صمم ان هو يكمل. يعني كان احمد الشيخ، فاهم؟ فالاصابات اكيد مؤثره. يعني الشناوي، محمد الشناوي برضو، يعني هو كان الحارس الاساسي اللي انت ابتديت تعتمد عليه. وفي حارس جيد جدا طبعا، شريف إكرامي. لا بس انا بتكلم ان انت يعني انت دايما انت عندك في كل المراكز لعيب كنت بتعتمد عليهم بشكل اساسي، مش موجودين دلوقتي خارج الخدمه. وانت داخل على ماتش، كمان ماتش في افريقيا، هم دول اللعيبه اللي متسجلين عندك، فانت عندك غيابات كتيره قوي، فربنا يستر. مهم مسانده الفريق الفتره دي طبعا، اكيد مسانده، خصوصا كمان على السوشيال ميديا. انا شايف ان السوشيال ميديا، انا عايز يعني انا متخيل حاجه، يعني ان كره القدم دلوقتي ما بقتش اللي بتحصل في الملعب بس، مش 90 دقيقه. كره القدم دلوقتي بقت حرب نفسيه، يعني زي المعارك السياسيه بقتش معارك عسكريه بس، بقى في معارك اقتصاديه، معارك اجتماعيه. دلوقتي كره القدم نفسها بقت السوشيال ميديا بقت بيحاولوا يضربوا بيها الفرق، يضربوا بيها، يقسموا الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، تلاقي فيه صفحات كده تشتم في لعيبه معينه، فالجمهور المتحمس الغاضب يقوم داخل. طب بيتم التعامل مع الجزئيات دي ازاي؟ يعني موضوع السوشيال ميديا، في طبعا كلام بيبقى ايجابي عن اللاعبين، وفي اهلاويه حقيقيين بيساندوا الفريق على السوشيال ميديا، في المقابل في ناس بيكون هدفها ان الفريق ما يكونش في مستوياته، بيكون عندهم انتماءات ثانيه مثلا غير النادي الاهلي او حتى انديه كلها بشكل عام. يعني التعامل ازاي مع السوشيال ميديا المفروض من النادي او من الجهاز الفني او من اللاعبين من وجهه نظرك؟ اول حاجه لازم طبعا يكون النادي نفسه عنده الكيان في السوشيال ميديا يبقى قوي جدا، بمعنى ان هو على طول يبقى اخبار اللعيبه ولقاءات معاهم، يتكلموا معاهم، يبقى في تواصل مع الجمهور، يبقى. بس خليني اقول لك ان في النادي الاهلي بالتحديد صعب شويه ان يكون في تواصل دائم مع اللاعبين، لان احنا عارفين ان النادي الاهلي بيركز او بيقفل على اللاعبين عشان يكون في تركيز كبير، يعني ده شيء هيكون صعب شويه. لكن الاهم بصراحه من موضوع السوشيال ميديا ده ان جمهور النادي الاهلي بقدر المستطاع يبقى بايد واحده، راي واحد، ان هو يساند الفريق. احنا تعودنا دايما من النادي الاهلي ان هو دايما بيساند لعيبته، الهجوم او الحساب بيبقى نهايه الموسم، انما احنا ما بنجيش ابدا، او النادي الاهلي جمهوره دايما ما بيجيش في نص الموسم يشتم في اللعيبه بتاعته، لان انت كده بتدمر فرقتك. طيب في مواجهات، او قلنا في اربع مباريات في بقيه شهر 12، مطلوب ايه من الجهاز الفني، مطلوب ايه من اللاعبين عشان المباريات دي يقدروا يخرجوا بيهم بجميع النقاط ان شاء الله من خلال المواجهات دي؟ مطلوب اول حاجه، ايه اصعب المواجهات كمان قول لي؟ يعني اعتقد ان مباراه انبي هتكون مباراه صعبه، مباراه كل المباريات هتبقى صعبه، بس اعتقد ان في انبي وعندنا هي انبي الجيش قوي، الجيش قوي، بس الجيش برضو كابتن احمد سامي ماشيين كويس، الجيش جايب مدرب اجنبي بلجيكي، مدرب بلجيكي الجيش، فاكيد برضو هو عايز يبقى ليه بصمه، يثبت نفسه. تمام، اعتقد ان كل مباراه هتكون صعبه، كل مباراه ليها ظروفها، وكل مباراه بتظهر مع بدايه المباراه بتظهر مشاكلها، والله يكون في عون كابتن محمد يوسف في طريقه التعامل معاها. مطلوب ايه بقى من اللاعبين؟ مطلوب يراجعوا حساباتهم بعد كل مباراه، ويعرفوا ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها ما تتكررش، يعني خط الدفاع مثلا، احنا في مشكله في الكور اللي بتيجي في قلب منطقه الجزاء مثلا، الكرات العرضيه، تمام؟ المهاجمين او لعيبه خط الوسط احنا محتاجين نحسن اللمسه الاخيره بتاعتنا، نستغل الفرصه، يعني الجون امبارح من الفرصه اللي جات له جابها جون، انت الاهلي سجل الجونين بعد كذا فرصه ضايعه. لازم نحسن من اللمسه الاخيره، لازم نستغل الانصاف الفرص، لان هي دي اللي بتفرق في ظروف صعبه زي اللي بيمر بيها النادي الاهلي. تمام. الجهاز الفني مطلوب منه طبعا، هو طبعا كابتن محمد يوسف ما بين نارين، يعني ما بين ان هو يثبت التشكيل، وما بين ان في اصابات، وما بين ان هو في ماتشات كتير، فتثبيت التشكيل مع ضغط المباريات ممكن يؤدي لا قدر الله لاصابات ثانيه، فهو لازم يبقى يعرف يظبط الحسابات ان هو ما بين التثبيت وان هو
يدخل لعيبه تانية في اخر الشوط الثاني عشان يبقى عندهم لسه الحساسيه والكلام ده. طيب بالنسبه للتدعيمات الخاصه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي اكيد عنده لاعبين جيدين، لكن في نفس الوقت بيسعى لتدعيم الصفوف بلاعبين يكونوا مهمين ويكونوا سوبر عشان يضيفوا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ابرز المراكز اللي محتاجه لتدعيمات من وجهه نظرك في النادي الاهلي مين؟ اعتقد الجناحين يعني قصدي الباكات، الظهير الايمن والظهير الايسر. الاهلي محتاج مهاجم تالت يعني يبقى جنب وليد ازارو ومروان اجاي مصاب، فاحنا محتاجين واحد يبقى موجود متاح حاليا من شهر يناير. انا يعني ما اعرفش اجاي هيرجع امتى، هو بقاله فتره طويله. لا خلاص اجاي يعتبر رجع خلاص، بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل عادي. ممكن الالتحامات بس شويه في التقسيمه مع نهايه كل تمرين، الدكتور لسه منعه منها شويه، لكن يعني خلال ايام هيشارك في التقسيمه بشكل عادي جدا وهيكون جاهز يعني ان شاء الله مع الفريق بدايه من يناير. تمام. هي الاهلي في الموسم دوت هو محتاج يعني حته الباكات، الباك اليمين والباك الشمال، عشان احمد فتحي وعلي معلول عايزين لعيبه تبقى هم الموجودين طبعا، بس هم محتاجين لعيبه تبقى عندهم خبره دوليه، لعيبه تقال يقدروا يشيلوا النادي الاهلي في الماتشات الصعبه اللي جايه. تمام. صفقات، اقرب الصفقات اللي ممكن تنضم للنادي الاهلي الفتره الجايه؟ خلاص النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي عن محمد محمود لاعب وادي دجله انضم للنادي الاهلي. كلام كتير او النهارده بالتحديد فريق مصر المقاصة او نادي مصر المقاصة اعلن بشكل رسمي انتقال اللاعب محمود وحيد الباك ليفت بتاع المقاصة للنادي الاهلي بمقابل مادي. دي طبعا او ده اعلان من قبل مسؤولي مصر المقاصة. حتى الان النادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي، لكن خلاص يعني يعتبر محمود وحيد اللاعب اهلاوي خلاص لعيب جديد، لكن في انتظار طبعا الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي. واحنا هنا ما بنقولش غير الحاجات الرسميه اللي بتصدر عن النادي الاهلي بشكل رسمي. حتى الان اعلان من قبل مصر المقاصة، النادي الاهلي هيعلن ممكن كمان ساعه، كمان ساعتين، كمان خمس دقائق، كمان 10 دقائق، لكن هو قرب خلاص او شبه خلاص من التواجد مع النادي الاهلي. يعني نتمنى ان هو يتم الاعلان، لان عاده يعني في الفتره الاخيره كده بيحصل فيه لعيب تحت بين الكواليس او حاجه، فتلاقي الصفقه ممكن اتاخرت شويه او في عراقيل، فان شاء الله يبقى تبقى صفقه موفقه للنادي الاهلي. بالنسبه لمحمود وحيد بخلاف بقى محمود وحيد، في كلام احنا سمعنا طبعا ان في مفاوضات مع علي غزال مدافع منتخب مصر، في مع عمرو طارق برده مدافع منتخب مصر. اعتقد برده ان انضمامهم هيبقى شيء لاعبين مميزين على فكره، شيء مميزين ولعبوا لعيبه دوليه وخدوا تجربه الاحتراف بره حتى لو كانش دوريات كبيره، بس علي غزال لعب مثلا في فتره لعب في البرتغال، لعب في تركيا، لعب في بلجيكا، لعب شويه في الصين، يعني خط اكيد اكتسب خبرات وهو لعيب دولي. عمرو طارق راح لعب شويه في ريال بيتيس ما خدش فرصته، راح امريكا لعب برده شويه في اورلاندو سيتي الامريكي، وعلى فكره بيلعب بشكل اساسي، هم خلصوا الدوري هناك الموسم عندهم خلص، لكن بيأدي بشكل جيد جدا بصراحه. فانا اتمنى طبعا هيبقى صفقتين لو تمت يبقى تدعيم قوي لخط الدفاع. في كلام عن سمعت ان الكلام عن رمضان صبحي، خصوصا ان رمضان صبحي في انجلترا ما بيشاركش تقريبا، شارك اخيرا المباراه الاخيره لهدرسفيلد، شارك في الدقيقة يعني 78 تقريبا. هو ده اللي هي دي اغلب مشاركات للاسف رمضان. لا هو كان بقاله فترة كبيرة اصلا ما بينزلش حتى، يعني ما بيشاركش، كان بيبقى ساعات على الدكة، لكن حتى لما فترات نزول حتى ايام ستوك سيتي كانت بتبقى عاده اخر 10 دقائق، لكن انا شايف هل ده مناسب لرمضان صبحي لعيب بقدراته وفنيات رمضان صبحي؟ حظه وحش، انا ما اعرفش رمضان صبحي لو مكانه تعمل ايه؟ انا لو مكانه ابعد عن الدوري الانجليزي، يعني انت مش شرط ان انت تكون لعيب موهوب ان انت ممكن تنجح في اي دوري، يعني انت ممكن تكون شخصيتك مهاراتك مش ماشيه مع المدربين بتوع الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي ممكن يكونوا محتاجين لعيبه بدنيه اكتر، لعيبه اكتر من اللعيبه المهاريه، اللعيبه المهاريه ممكن يكون بس مطلوبين في اماكن محدوده في الفرق الكبيره، انما الفرق الصغيره زي بس لعيب زي رمضان صبحي مش مهاري بس، هو الراجل مهاري وبدني قوي ولعيب بيجي عليه جدا وسنه صغير، لكن مش غريبه ان هو يعني لحد دلوقتي ما نجحش، مش عارف مش محظوظ، ممكن يكون وكيله مش مسوقه بشكل صح. لا بصراحه الراجل شغال معاه بشكل كويس جدا نادر شوقي، يعني وداه من ستوك سيتي رغم ان هو ما بيلعبش، راح هدرسفيلد بالظبط بعد ستوك سيتي منزل لدرجه ثانيه. لكن ممكن تكون اختيار انت لازم تخطط ده المناسب للاعب بتاعك ولا لا، يعني هو موقف رمضان صبحي مع ستوك سيتي هو نفس موقفه مع هدرسفيلد ما تغيرش، فانا شايف ان شاء الله يكون اختياركم موفق خلال الايام الجايه دي، لانه هيكون لعيب مهم جدا وعنصر هام جدا. طيب نروح فاصل سريع ونرجع نواصل حوارنا مع استاذ عمرو ابراهيم بعد الفاصل.
لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ومعايا طبعا استاذ عمرو محيى الناقد الرياضي باخبار الرياضه. كنا بنتكلم عن الصفقات وعن رمضان صبحي، وان انت شايف ان رمضان قريب ان هو ممكن يرجع النادي الاهلي حسب وجهه نظرك، صح؟ هيبقى خيار مثالي ليه، الاهلي محتاجه، هيستعيد الثقه في نفسه تاني، يقدر يرجع تاني رمضان بتاع زمان. رمضان مع الاهلي كان بينطلق وبيجري وبيعمل اختراقات ومهارات، بيعمل كل حاجه في الكوره بصراحه. تمام. هو اعتقد ان هو دي الفتره ان هو لازم يرجع فيها النادي الاهلي، على الاقل تبقى فتره نعتبرها نقاهه عقبال ما يراجع حساباته تاني، ومش هنقدر يعني عقبال ما تبقى فتره يراجع نفسه فيها كده ويحسب هل الاحتراف افضل ليه ولا يكمل في مصر. بمناسبه محمود وحيد يا جماعه، لاعب مصر مقص حتى الان مفيش اي اعلان رسمي من النادي الاهلي، كلها تسريبات خارجه من مصر المقصه، من نادي مصر المقصه، ان اللاعب خلاص هيروح النادي الاهلي. حتى الان، حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، محمود وحيد لاعبا في مصر المقصه لسه ما انضمش للنادي الاهلي. الساعات القادمه، الايام القادمه ممكن تحسم هذا الامر. النادي الاهلي لو تعاقد مع اللاعب اكيد هيعلن عنه على طول، لو ما تعاقدش يبقى لسه الامور ما خلصتش، ممكن يعني لسه الامور هبان، لكن وارد ان اللاعب يكون في حسابات النادي الاهلي، لكن حتى الان لسه ما فيش اعلان عن تعاقد مع محمود وحيد لاعب مصر المقص. طيب، مين تاني من الاسماء اللي انت شايف ممكن يكونوا اضافه للنادي الاهلي من خلال معلوماتك مصادرك، النادي الاهلي ممكن يكون بيتفاوض معاهم ينضموا للفريق؟ الاهلي طبعا نفسه في حسين الشحات. حسين الشحات لاعب مميز طبعا، لاعب مميز جدا، متالق في الدوري الاماراتي، كان نجم مصر المقصه، هيشارك في كاس العالم للانديه مع نادي العين، لكن اعتقد ان هي هيبقى صعب الموسم دوت، فهيبقى تدعيمات يعني اعتقد هيكون اولويه بقى في مع بدايه الموسم الجاي في الانتقالات الصيفيه الجايه. غير كده يعني الاهلي مش ما ينفعش تلعب في الفرقه كتير، علشان يعني انت محدد بقائمه معينه، وزاد ان في لعيبه موجوده، يعني لعيبه موجوده، بس القائمه هتزيد خمسه يعني في يناير، ممكن يعني القائمه هتبقى 30 بدل 25، فانت عندك مساحه من الاماكن اللي ممكن تضيف فيها بعض اللاعبين، وده وارد جدا. وطبيعي النادي الاهلي محتاج تدعيم، الاسماء اللي انت اتكلمت فيها وارد ان النادي الاهلي يكون بيتفاوض معاها، لكن الامور كلها خلال الايام الجايه هتبان. وزاد ان طبعا يعني انت عارف السوق دلوقتي والاسعار بقت عاليه، فاي فريق يعني اقصى ممكن ثلاث لعيبه بالكثير، يعني السعر يعني اقل صفقه دلوقتي بقت بتوصل بال 30 وال 40 وارقام اعلى من كده، يعني خصوصا ان انت بتتكلم على لعيبه تليق بالنادي الاهلي، فلازم تبقى اسعارها اعلى. جزئيه المدير الفني، جزئيه المدير الفني اعتقد ان لحد دلوقتي في غموض، يعني المفروض ان كان الجمهور منتظر الاعلان عن المدير الفني بعد ماتش المقاولين او بعد ماتش الجونه، لحد دلوقتي ما فيش كلام. هو اكيد كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره، كابتن سعد عبد الحفيظ كمان، عارفين التوقيت المناسب اللي ممكن النادي الاهلي يقدر من خلاله يعني مع المدير الفني الجديد، وحسب المفاوضات مع عدد من المدربين والانسب ليهم او النسبه للنادي الاهلي هو اللي هيتم الاعلان عنه يعني خلال بس هو الجمهور مستعجل، هو الجمهور عايز يطمن على مستقبل فريقه. الجمهور قلقان على الفريق، تقارير كتير بتتكلم، يعني انت تلاقي الجمهور مشتت ما بين عوده مانويل جوزيه، لا احنا هنجيب مدرب الاسماعيلي السابق اللي هو دي سابر اللي راح، المدرب كويس، لا احنا هنجيب رامون دياز، لا احنا هنجيب مدرب اوغندا دلوقتي، اوغندا، لا احنا هنجيب بكارينيو، فالجمهور مشتت، هو عايز يعرف فرقته رايحه على فين. يعني ان شاء الله فرقه النادي الاهلي هتروح على كل خير وتالق دائم. نروح لاوروبا شويه، نتكلم عن البطولات الاوروبيه تحديد. عايز اخدك الاول لتصريح بيليه على ميسي، واللي قال فيه ان ما ينفعش تقارنوني بميسي، او ميسي ما ينفعش يقارن بيا، لان انا كنت بجيب اهداف بدماغي وبرجلي اليمين وبالشمال، ميسي بيستخدم قدمه اليسرى فقط. رايك ايه في التصريح ده؟ بص، هو انا عموما انا مش عارف النجوم القديمه متضايق من ميسي ليه، يعني انا ما شفتش ان مره ان ميسي طلع اتكلم قال انا افضل من حد. ميسي هو راجل في حاله، مركز مع نادي برشلونه، بيجيب بطولات، او سواء في فترات ما جابش فيها بطولات، هو مركز في حاله، لا مره يقارن نفسه حتى بكريستيانو ولا بهازارد ولا مقارنش نفسه. لكن ميسي مره مارادونا يطلع من شهر يطلع يقول لا ميسي لا يليق ان هو يكون قائد منتخب الارجنتين، ده راجل متوتر، راجل لا يتحمل المسؤوليه، راجل مش عارف بيجري على الحمام قبل كل ماتش من كتر الخوف والقلق. تمام، بعد كده يطلع يعتذر، النهارده يطلع بليه يقول تصريح غريب، يعني هو بيقول لك ان ميسي لا يجيد او لا يعرف تسديد الكرات بالراس، وان هو ما يجيبش جون من الضربات الراسيه، وما بيستخدمش الا رجله الشمال. في كده تقرير احصائيه رقميه اتعملت عن ميسي كانت من شهرين، اكيد الارقام دي زادت، يعني ان ميسي سجل 22 هدف بضربه راس، سجل 74 هدف برجله اليمين،
وسجل 404 برجله الشمال، يعني رجله الشمال الاساسيه جاب بيها 404 ورجله اليمين اللي انت بتقول ما يعرفش يلعب بيها جاب بيها 74 جون، وجاب جون بصدره وجاب جون بايديه، يعني الجون كان المفروض يبقى يتحسب هاند بول بس الحكم ما شافهاش واتحسب، فاللعيب جاب كل اجزاء جسمه. يعني انا مش عارف اللعيبه القديمه، يعني هو يعني بيليه ومارادونا مع احترامنا ليهم، بيليه كان اسطوره في وقت الكوره بتاعته بقوانينها بطريقه لعبه، مارادونا كان ليه أسطورته في وقته، أنا مش عارف الناس من دائما ميسي في إيه. طيب بالنسبة لمحمد صلاح وليفربول بتحديد عايزين نتكلم عن تشامبيونز ليج، فرصهم يمكن بقت صعبة شوية، عندهم مباراة نابولي لازم إن هم يكسبوا هذه المباراة، شايف الفرص بالنسبة لهم إيه عشان يصعدوا للأدوار المقبلة في التشامبيونز ليج الأوروبي؟ ليفربول السنة دي مش زي السنة اللي فاتت. ليه؟ مع إن في إضافات. في إضافات لكن اللعيبه نفسها مش نفس مستوى لعيبه نفس المستوى السنه اللي فاتت. يعني احنا بقينا بنشوف، انا مش هتكلم على محمد صلاح، يعني احنا الاول كنا فاكرين المشكله في محمد صلاح ان محمد صلاح مش هو في نفس المستوى، لكن هو الحقيقه ان محمد صلاح زيه زي بقيه الفرق، زي قصدي زمايله في ليفربول، مش ليسوا على نفس المستوى. يعني لقينا في تراجع لمستوى فيرمينيو، مستوى تراجع ساديو ماني، تراجع في مستوى محمد صلاح. مش تراجع، يعني هو الراجل جايب 7 أهداف في الدوري الإنجليزي لكنه لم يسجل نفس عدد الأهداف بالمقارنة في نفس المرحلة. يعني في دوري الأبطال هو ما زنقوا نفسهم، هم الماتش اللي خسروه في صربيا قدام النجم الأحمر بالزبط. هو ده اللي ورطهم. يعني المباراة كانت سهلة، متناول المباراة دي، لو كان كسبوها كان خلاص الأمور اتحسنت. هم محتاجين يكسبوا نابولي في الأنفيل، مش يعني في خلاف من إن هو يكسبوا بهدف أو هدفين. هو الناس بتتكلم على إن الفوز لو 1-0 ليفربول تتأهل، لكن لو 2-1 نابولي هي اللي تتأهل. لو نابولي جابت جون يبقى ليفربول مطالبة إن هي تجيب هدفين فارق عن الهدف اللي هم جابوه. في حسابات حسبة بيرما كده مورطوا نفسهم فيها، وهو امبارح برضو انت راجل بتنافس على الصداره وعايز تلحق القطر بتاع مانشستر سيتي اللي ما بيقفش، نازل الشوط الاول بادي بس هو ممكن يكون مجبر لان مباريات ورا بعض، يوم لعبوا مباراه يوم الاحد، مباراه امبارح، وعندهم مباراه يوم السبت، وكان عندهم ماتش نابولي في نص الاسبوع، ضغط مباريات كبير، فهو بيحاول يعمل روتيشن. لكن هو ما غير 6 لعيبه 7 لعيبه كتير، انت غير 2 لعيبه مثلا 3 لعيبه، انما انت مغير 6 لعيبه 7 يعني كتير. الفرقه فعلا في الشوط الاول كانت مهتزه، كانت هتخسر. الشوط الثاني لما عمل التغييرات ظبط وعرف يكسب. متوقع ان هم يتاهلوا ولا صعب؟ يكسبوا بس يخلوا بالهم بس ما يدخلش جون عشان ما يحصلوش حسبه كده. يعني انا مش عارف بصراحه، مش يعني اللوائح انا مش قادر احددها بالظبط، لكن محتاجين يكسبوا ومن غير ما يدخل فيهم جوان. طيب استاذ عمرو محي الناقد الرياضي باخبار الرياضه، نورتنا وشرفتنا النهارده، شكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. ده كان لقائنا مع استاذ عمرو محي الناقد الرياضي، واتكلمنا فيه في عدد كبير من الامور اللي على الساحه الرياضيه المصريه وبالتحديد فيما يخص النادي الاهلي. كان لقاء مهم وشيق ومميز. زي النهارده النادي الاهلي فاز على سيوا سبورت في نهائي الكونفدراليه بهدف رائع وهدف لا ينسى بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي من نجم النجوم عماد متعب. هدف كان جميل جدا من صناعه وليد سليمان، قدر النادي الاهلي من خلال هذا الهدف ان هو يدخل اول بطوله كونفدراليه لمصر. يوم ما يتنسيش، يوم 6 ديسمبر 2014 من 4 سنين بالظبط، كان هدف جميل وفرحه كانت عارمه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، كانت زي النهارده وكانت زي بعد ساعات قليله من دلوقتي. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده من كلام في الميديا، الى اللقاء. لو لسه رمان الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راسيه جول افريقيا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هدف الفوز الغالي بمشيئه الله، تسلم لي رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو تماره ويا ابو سليم، يا عماد يا متعب، يا عماد يا مؤلم، عماد عين العماد، ربنا يخليك لنا يا عماد. عماد متعب الهداف القناص جلاد الحراس، يا عماد متعب نجم النجوم، 1-0 1-0، صفر يا حكم.